النهاردة إن شاء الله هينطلق العام الدراسي الجامعي الجديد في كل محافظات مصر، 111 جامعة و181 معهد على مستوى الجمهورية في كل المحافظات هتستقبل إن شاء الله الطلاب الجدد والقدامى. احنا بنتكلم على سنة دراسية جامعية إن شاء الله تكون سنة مميزة مليانة كده في فرص مختلفة، مجالات جديدة، في تطور كبير هيشوفوا الطلاب إن شاء الله في نظم الدراسة والبرامج المؤهلة لسوق العمل وكمان طرق التعليم الجديدة في سنة دراسية جامعية جديدة. فعلا يا محمد، يعني استعدوا ان انتوا تعيشوا احلى ايام حياتكم، لانه بجد ايام الجامعه دي احلى ايام، ان انتوا بتبتدوا تطلعوا من مرحله ان انتوا كنتوا لسه صغيرين شويه وفي المدرسه لمرحله جديده انتوا خلاص بقيتوا كبار بجد، يعني خلاص بقيتوا بقى دخلتوا مرحله الادلتهود زي ما بيقولوا كده، يعني كبرنا ودخلنا الجامعه وابتدينا بقى نفهم اكتر. سنه دراسيه هنشوف فيها برامج وتخصصات مختلفه هتساعد الطلبه ان هم يواكبوا سوق العمل المحلي والعالمي، برامج متخصصة هتساعد طلابنا على بناء قدرات ومهارات مختلفة في مجالات متعددة، أبرزها هي البرامج الدراسية الجديدة بالجامعات الحكومية والأهلية زي الشبكات والأمن السبراني وهندسة البرمجيات والحوسبة والعولمة الحيوية وحوسبة الروبوتات، يعني بيخطوا أول خطوة صحيح تجاه مستقبلهم بقى وسوق العمل والشغل والحياة اللي بجد. سوق العمل جوه مصر وبره مصر كمان، العالم كله بيتحرك ازاي، احنا على اساس ده بنضع مناهج دراسية جديدة. الحقيقة الجيل ده ما شاء الله محظوظ جدا، يعني عنده فرص كتيرة، عنده جامعات حكومية، جامعات خاصة، جامعات أهلية، جامعات تكنولوجية تطبيقية، يعني احنا بنتكلم على ربط التعليم بسوق العمل، وده هدف رئيسي من فلسفة التعليم العالي في مصر، انه لا انا بدرس حاجة عشان أخدم مجتمعي واشتغل، مش بس المجتمع المحلي في مصر، لكن أنا بتكلم على سوق العمل في العالم كله. زي ما بسنت قالت، في برامج تانية مهمة جدا، إحنا لأول مرة كده بنسمع عن علوم البترول الجيولوجية، بنسمع عن تخصص اسمه استصلاح واستزراع الأراضي الصحراوية، وده محتاجينه جدا الفترة اللي جاية. تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة، العالم كله مصر كمان بتتحول نحو الطاقة الجديدة والنظيفة، الهندسة البحرية، عمارة السفن، غيرها من البرامج التعليمية والدراسية الجديدة اللي بتمثل فرصة حقيقية لكل الشباب والطلاب الجدد والقدامى عشان يواجهوا سوق العمل بمهارات جديدة وبفكر وثقافة وعلم جديد. محمد، عايزة بقى أسألك سؤال، لو أنت النهاردة أنا بقى مذيعة جدا شفت بقى لو أنت النهاردة جات لك الفرصة أن أنت تقدم في كلية من الكليات الجديدة، ممكن تقدم في حاجة جديدة ولا هتاخد نفس التخصص اللي أنت درسته؟ ده سؤال حلو جدا بس فعلا لو دلوقتي مع التخصصات دي كلها هشوف أول حاجة يعني هي تروح لسوق العمل، التخصص اللي هتعلمه أو هدرسه هيوفر لي فرص عمل. أنا شايف الحاجات الجديدة، الأمن السبراني ده بالنسبة لي يعني حاجة مهمة جدا الواحد يتعلمها، العالم كله بحاول أعمل ده حتى مع ولادي، الحاجات المتعلقة بالسيكوريتي والبروجرامينج بالظبط، بياخدوا فلوس حلوة قوي كمان جدا جدا عايزين ناخد فلوس حلوة زي ما طبعا صح. نفس السؤال ده هسألك، أنا مثلا ممكن أبقى مهتم بده مع إن أنا كنت أدبي كنتش علمي يعني، بس التخصصات دي حاسس إنها تخصصات مطلوبة في مصر وبره مصر. بس أنت لو هتختار هتختار إيه؟ هدرس بروجرامينج لأنه حاسة إنه هو ده فعلا اللي محتاجه سوق العمل قوي أو بيطلبوا قوي سوق العمل، وزي ما انت قلت كمان الحلو في السايبر سيكيورتي او البروجرامينج او الحاجات دي انه بجد هو بقى داخل في تقريبا كل المجالات صحيح، فحاسه انه هيفتح مجال اكتر او فرص اعلى واكبر بكتير ان انا اشتغل في كذا مجال مختلف. وهنا النهارده احنا بقينا نشوف الناس بقت بتزهق بسرعه، فهتبقى انت عندك يعني انك تقدر تشتغل في كل مجال يعني مختلف، ان انت هتروح النهارده تقابل مثلا صاحب شركه في العقارات او صاحب شركه في مثلا الكوزماتكس او التجميل او او او، فيبقى عندك معرفه في كل حاجه في تنوع كمان، ممكن تشتغل في منشات صناعيه، شركات تجاريه، شركات مختلفه في كل الصناعات، يعني ما فيش اي شركه ما فيهاش قسم خاص بالبروجرامينج وبالديجيتال، ازاي احول الشغل عندي بشكل رقمي، ده مهم جدا. ونفسي كمان اتعلم تصوير واديتنج عشان اقدر ان انا يعني ابقى برضو بعمل المحتوى بتاعي في يوم الايام، يعني حابه ان انا ابقى بعمل يلا بسنت هتعلم لا هتعلم
عايزه اسالك سؤال تاني بقى، بما ان احنا دلوقتي بنكلم الطلبه اللي لسه سواء راجعين الجامعه او لسه اول يوم ليهم في الجامعه، فاكر اول يوم ليك؟ اول يوم جامعه ده ما يتنسيش ابدا. طبعا انا كنت في كليه اعلام جامعه القاهره، وجامعه القاهره دي ليها كده سحر خاص، يعني اي حد من خريج الجامعه القبه المشهوره جدا، احساس الـ 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 الطلبه اول يوم ما بتخش كده الجامعه وتدخل المدرج بتقابل ناس جديده وبتقابل ناس مختلفه، وبعدين بتبقى في الاول محتار كده، يعني هعمل ايه، اول خطوات، ناس جديده عليا. لكن الجميل جدا في الجامعه، عايز اقول لك يا بسنت، فكره كان عندنا حاجه اسمها الاسر، الاسره دي اللي هي النشاط في اسره الانشطه الطلابيه، نشاط مثلا في الرياضه، في الرحلات، في الثقافه، في الحاجات دي. فعايز اقول لك من اول يوم طبعا عيني طبعا على المناهج والمدرجات والجدول بتاع المحاضرات، لكن كان عيني ان انا لازم التحق كده باسره من الاسر دي، وكنت ملتحق بحاجه اسره خاصه بالثقافه وتنظيم الندوات وكده، واعتقد ان دي افادتني جدا في حياتي زي ما استفدت من البرامج الدراسيه في كليه الاعلام. اول يوم بسنت، انا فاكره اليوم ده والله كانه النهارده بجد، كاني كنت لسه من شويه فيه. انا فاكره وانا داخله من باب الجامعه وانا خايفه جدا، لان انا ما كنتش اعرف حد خالص تماما، وبالنسبه لي انا مش فاهمه الفرق ما بين اللكتشر والسكشن بجد، يعني ومحدش بيفهمني اصلا، والفرق بين الدكتور والتي اي والكلام ده كله، لغايه ما دخلت. وبجد انا في اول يوم عملت صحاب من الجامعه كلها من مختلف الكليات، فبقى عندي اصحاب من بيزنس منتشره في الجامعه. بجد يعني كل ما ادخل في اي مكان اطلع باصحاب، فبقت كل الدفعه الاولى دي صحابي. فمن هنا يعني بعدها على طول، انا فعلا دي كانت من احلى ايام حياتي، لانه الجامعه بتديك ثقه في نفسك. صحيح. كبيره قوي، بالذات بقى لو انت دخلت الكليه اللي انت اللي بتحبها. اول حاجه هتبقى بتعمل كويس قوي وفاهم كويس قوي في المحاضرات بتاعتك، فهتبقى بتتجاوب مع الدكتور بتاعك، فهيديك ثقه في نفسك وسط. صحيح. الناس يعني انت بتتعرض لمواقف اكبر بكتير. صحيح. من المدرسه، وعندك حريه، يعني مدرسه انت مجبور تحضر. صحيح. الحصص مش عارفه. صحيح. ايه الجامعه لا، فبيديك ثقه في نفسك وبيديك كمان بس انت بشكل بشكل شخصيتك، يعني سنين الجامعه الاربع سنين دراسيه دي هي بتشكل شخصيه البني ادم او الانسان بعد كده في حياته، ازاي يتعامل مع الناس، ازاي يبقى عنده شخصيه قادره انها تنتج وتبدع وتقدم ما هو مختلف. طبعا بنتمنى التوفيق لكل أكيد. الطلاب الجداد السنه دي في اول سنه جامعه، وكمان الطلاب القدامى سنه دراسيه ان شاء الله كلها خير ونجاح وتفوق يا رب. يعني سنه دراسيه جامعيه جديده ان شاء الله كده تكون مليانه بتفوق وابداع، وتقدروا ان انتوا تحققوا فيها طموحاتكم واهدافكم العمليه والعلميه والمهنيه، عشان مستقبلكم ان شاء الله يكون استثنائي، ومشواركم المهني يكون مليء بالنجاح. مرة تانية بنقول لكم إن شاء الله تبقى أحلى سنين حياتكم، سواء الجداد اللي لسه داخلين أول مرة الجامعة، أو دي تاني وتالت ورابع وخامس سنة ليهم في الجامعات. مرة تانية يعني بالتوفيق، ونصبح عليكم وصباح خير يا مصر.